احدى المخالفات المروريه اللي دائما ما نتكلم عنها ارتدي حزام الامان. هسه التهاب خصوصي يعمل يعني اجزاء يلا لا ارتدي بصوره صحيحه. دائما ما اصحاب المركبات الاجره يشتكون على اصحاب المركبات الخصوصيه. ليش؟ لان يقول لك ذاك انا عندي التزامات ودا امشي بيها ودا ادفع فلوس وابو الخصوصي يزاحمني. نصيحتك لنفسك. والله انا مو مساله نصيحه بس اقول لك انه اذا تريدون تجون على الخصوص والتاكسي ايه؟ الله يشهد الموظف ايه؟ المدرس كلها تشتغل تاكسي وعندكم البرامج ذني برنامج كريم وبيلي وهواي برامج بعد انا ما بدها تحضرني هسه ايه؟ كلهم ذولا يشتغلون. زين سؤالي هسه من احنا راح نغرمك من نغرمك هذول كليتهم لهم علاقه؟ لا منو راح يتحمل المسؤوليه؟ انت هسه قبال القانون منو يتحمل المسؤوليه؟ والله انت. ليش انا؟ ليش انت؟ لان انت تخالف القانون. مو دا اقول لك القانون خليه من التطبيقات وغيرها وغيرها يعني حتى الناس كلها هسه احنا غايتنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه وغايتنا تسهيل حركه السير والمرور بنفس الوقت لك حقوق وعليك واجبات. هسه انت عندك اجازه وسنويه انا ما اقدر احكي وياك. ليش؟ لان انت مطبق الاشياء اللي عليك صح لكن تعرض نفسك لمخالفه انت تتحاسب عليها صح. وبامكانك انه تصبغ المركبه وتتجنب هذا الموضوع. فنصيحتك الى نفسك بطريقه علميه يعني بطريقه بعيدا عن ابو التاكسي وابو نصيحتك لنفسك انت مخالف. التزام بالقانون وانا اعترف انه انا مخالف وان شاء الله الله يسهل علي وانه اغير يعني كل ما ان شاء الله. احنا ايضا ندعي لك نزل لنا اياها فيما يخص هذه المخالفات. شنو الاجراء اللي تتخذوه؟ غرامه الخصوص اللي يعمل اجره. نعم غرامتها 100,000. 100,000 وانت على باب الله صح؟ فاكيد ال 50 اللي هي راح انت تدفعها بصوره ما تضحك يعني انا مرات اشتغل والله اعرف ومرات اشتغل تكسي ما تضحك والله. سائقين مركبات احنا واجبنا خدمتكم لكن بنفس الوقت نتمنى ما تعرضون نفسكم للمخالفه من خلال تطبيق القانون. سائق المركبه الاجره من حقه يناشد ويقول انه انا عندي التزامات وملزم بها لكن سائق المركبه الخصوصي انت ذا الزاحم اخوك روح بدل سيارتك اصبخها عالج الموقف تجنب نفسك المخالفه وبنفس الوقت تتيح المجال لاخوانك سائقي المركبات الاجره بالعمل. انا اتمنى لكم كل الصحه والسلامه.